وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، تنظيم متميز لحدث دولي هام هو منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، كيف تقيم وترى هذا النجاح التنظيمي للمنتدى؟ هو في البداية طبعا تنظيم كان أكثر من رائع، تنظيم في ظل طبعا هذا العدد الكبير من المشاركين والحضور من كل دول العالم، وفي ظل أيضا جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الصارمة التي تم اتخاذها للمشاركين بداية من المطارات اللي هم قادمين إليها ووصولا لنزولهم في شرم الشيخ، وأيضا إجراء مساحات كل 48 ساعة على جميع المشاركين، ده طبعا لاحتواء مرض كورونا وأي أو سرعة عزل أي شخص يصاب فيهم. طبعا دي كانت تحدي كبير جدا أمام إدارة المنتدى، وقدرت إن هي تحقق فيها نجاح طبعا غير مسبوق في هذا الكم وفي هذا التوقيت. طبعا بالنسبة للتنظيم، التنظيم كان رائع جدا، بدليل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اخر كلماته قال ان إدارة المنتدى هي هتكون مسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ، قمة المناخ اللي هتقام في شرم الشيخ في شهر 11 القادم. فده طبعا دليل من على النجاح وثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة المنتدى، وأنها قادرة على تنظيم المؤتمر وقادرة على إنجاح المؤتمر بعد النجاح الكبير اللي مش بنشيد به في مصر فقط، ولكن أغلب دول العالم تشيد بهذا التنظيم وبالجلسات التي تم تنفيذها والنقاشات التي تم التطرق إليها وأيضا التوصيات التي خرجت من المنتدى. نعم أستاذ جميل، مثلما ذكرت أنه التنظيم بالفعل كان متميز جدا لحدث دولي ضخم بحجم منتدى شباب العالم، وأيضا الجلسات كانت تتناول الكثير من الملفات المرتبطة بالواقع الجديد الذي يعيشه العالم حاليا، وهو طبعا جائحة كورونا أو فيروس كوفيد-19. إلى أي مدى قرأت أهمية الملفات التي طرحت في جلسات هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم هذا العام؟ هو طبعا الجلسات والملفات كلها هي تحاكي الواقع اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. طبعا العالم ما بعد كورونا، احنا شايفين ان فيروس كورونا ووباء وجائحة كورونا دي اثرت بشكل كبير على العالم في كل شيء، وفي الثقافة، في التعامل، في الانهيار الاقتصادي الذي تم في اغلب دول العالم، تأثير على دخول الافراد، كل ده تمت مناقشته، ده أمر واقع. أيضا المناخ، بالنسبة للمناخ وما يتسبب في تلوث البيئة وعدم الاهتمام بالبيئة، كل ده احنا عايشين فيه ومتأثرين فيه في الوقت الحالي، والسلم والأمن الدوليين والصراعات المختلفة اللي بتتم في بعض الدول واللاجئين ومصير اللاجئين على مستوى العالم، كلها موضوعات مهمة جدا، موضوعات أصبح إن إحنا لازم نتكلم فيها في الوقت الحالي ولازم يتم طرحها للنقاش، لأنها كلها تحاكي الواقع وكلها أزمات حقيقية بالنسبة للعالم كله يجب مواجهتها، ويجب أيضا أخذ رؤية الشباب اللي هو مهم في هذا الرأي، مهم في هذا الموضوع، والرؤية الحقيقية اللي بيصدرها الشباب من خلال هذا المؤتمر. إذا فكل الموضوعات هي موضوعات نعيشها في الوقت الحالي، كلها تحاكي الوقت الحالي، وأعتقد أن التوصيات والخروج في كل ملف من هذه الملفات بالتوصيات أعتقد أنها مفيدة، وأعتقد أنها يجب أيضا أن توضع في أن العالم يأخذها بعين الاعتبار أو تنفيذ أجزاء منها كبيرة جدا، لأنها تفيد الدول وتفيد الإنسانية أيضا. أشكر جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.